أصخانا الأعزاء، إحنا الآن نزلنا من فوق جبال أراكات ومتوجهين إلى قلعة أمبرد. شفنا هذه المجموعة من الأغنام، راح أشوفكم القطيع. ما شاء الله يزقد حتى تستمتعون بالمشهد. قطيع من الأغنام، أعتقد واضح مو؟ هذا إحنا فوق جبال أراكات. هذا الزعلان، هذا واحد صدقوني طلعتكم ويا أرارات للسياحة ما تخسرون. احنا المكان الحلو ان شاء الله ما نقصر، بلا ما سواحنا يطلبون من عندنا احنا ناخذ ونوجهنا. هذول الاخوان اليزيديين موجودين، عدة آلاف من اليزيدية يعيشون في أرمينيا. شغلهم هو تربية الأغنام والأبقار. يعيشون في قرى قريبة من منطقة أشتراك في مقاطعة أراك نازور. في فصل الربيع يتركون قراهم ويصعدون إلى جبال أراكات، ينصبون خيمهم مع الماشية مع الحلال مالهم، ويقضون فترة الربيع فوق جبال أراكات، ويستمرون يرعون بالأغنام مالهم لغاية الشهر التاسع، يأخذون الماشية وينزلون إلى قراهم. الآن أخ أحد الإخوان اليزيدية طبعا سبحان الله ما يريدون واحد يصورهم. تركنا سياراتنا، احنا سيارتين اليوم. كاستر، what do you say about this journey? Is it really? هذا خطيب ما يتحمل بعد. ده يرضى، هذا ما يتحمل من الجوع. قاطعين الطريق اخواننا، احنا اضطرينا ان ننزل ونتمشى. ترى احنا مو رعاة، احنا جايبين سواح ويانا الى جبال أراكات وشفنا هذه الحالة وما ردنا تفوتكم فصورنا لكم اياها. Where are you from? From England. Where are you from? Wow! From England? Nice. Yeah, from where? I am originally from Iraq. From Iraq? Yeah, I live here. Oh, okay. أرارة للسياحة أسبوعيا أو 10 أيام مرة نصعد إلى جبال أراكات، لكن بصراحة هذه المرة الأولى اللي ينقطع الطريق علينا. وقطاعين الطرق هم مجموعة من الأغنام. سواحنا طبعا ما يريدون نصعدوا بالسيارة، فضلوا أن يبقون يمشون مع الأغنام.
عندنا طبعا مجموعتين اليوم معانا، مجموعة من الفلبين ومجموعة أخرى من لندن. هنا صار خرق. صار تجاوز، هذول عقال قطعوا الطريق حتى يختصرون المشي. كاستر كاستر، we can go from here. أنا سألت الراعي طبعا هنا، قلت له ايش قد صار لكم، كم ساعة طالعين؟ قال لي مو كم ساعة، كم يوم. فتبين بأنهم قبل 6 أيام غادروا مدينة أوشاكان وعبر الجبال وصلوا إلى جبال أراكات. ما يقدرون يقلون هالكمية من الأغنام بالسيارات لأنها شغلة مو اقتصادية، فيمشون الطريق وأثناءها يستراحون بالمناطق اللي تناسبهم ويرعون الأغنام خلالها إلى أن يوصلون إلى جبال أراكات ويخيمون فوقها، ويقولنا بالمخيم مالهم لمدة 4 أشهر 5 أشهر إلى بداية الشتاء، بعدها يعودون إلى قراهم. معلومة حصلناها من الراعي، سألته عن عدد الأغنام اللي موجودة بالقطيع، فقال لي 1300 طلي موجود، الله يزيدهم.